اثنين شهداء دولة الإمارات العربية المتحدة ملحمة الصمود والثبات. تابعنا الأوضاع في اليمن الشقيق وشفنا الأحداث اللي فيها استشهد 45 من الجيش الإماراتي واستشهد 10 من الجيش السعودي وخمسة من الجيش البحريني. وشفنا كلنا دولة الإمارات ملحمة مذهلة في التماسك الوطني، لأن ده حادث كبير، أكبر حادث في تاريخ دولة الإمارات، استشهاد 45 من جنودها. هذا الحادث الضخم الكبير جدا استقبله الشعب الإماراتي بكل المسؤولية وبكل القوة وبكل العزيمة على المواصلة. الرئيس السيسي قام بتعزية دولة الإمارات، الرئيس أوباما قام بالتعزية، الملك سلمان بن عبد العزيز قام بالتعزية. إنما الحقيقة الدور اللي قامت بيه حكومة الإمارات في إن هي تستقبل هذا الأمر بكل الثبات وكل القوة، وإن الشيخ محمد بن زايد نائب القائد على القوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة يقول إن ده مش هيخلينا نتراجع، وإنما هنكمل للأمام بكل العزيمة وكل الثبات وكل القوة. لما بيقول لرئيس اليمن الرئيس عبد الرب منصور هادي لما راح يعزيه ان احنا لينا في اليمن زي ما ليكم، انها بلدنا زي ما هي بلدكم، ولو احنا هنكمل لاخر المشوار. خالص العزاء لاسر الشهداء وكل التحيه لدوله الامارات. من حق نعم فيها خسائر، بعض المعارك فيها انتصارات، لكن نحن معكم الحمد رئيس على طول الطريق إلى نهاية الشهر. الله يقدرنا إن شاء الله ويحفظ اليمن ويحفظ أهل اليمن ويحقق لنا النصر قريب إن شاء الله. أن النصر واصل يعني إن شاء الله، وبداية النصر قد شاير من أول إن شاء الله. والله يا فخامة الرئيس نحن معودنا أهلنا أن أثارنا ثبات ولا ننساه، ولكن يمكن راحوا من الإماراتيين شهداء، وهذا ما يخذلنا يا فخامة الرئيس، هذا يزيدنا إصرار ويزيدنا عزيمة ويزيدنا قوة. وأنا ما أعتقد فخامة الرئيس اليوم أن نحن عندنا في دولة الإمارات إلا من الحادث الأليم اللي صار البارح، زادت عزيمتهم على تحرير وتطهير اليمن من الحثالة الموجودة فيه أضعاف مضاعفة. الحمد لله. لكن محمد الرئيس لا أظن أن نحن نتردد في قرارنا الأول، نحن ماشيين معاكم محمد الرئيس إلى آخر الطريق إن شاء الله. اليمن محمد الرئيس مو بلدكم بس، اليمن هذه بلد أنتم مشروكين فيه.